يرغب عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. قسم التمثيل يقدم كنز واش من كنز. كنز واش من كنز تمثيلية اجتماعية هزلية، كتبها للإذاعة بن عبد الله الجندي، ضبط الصوت ليسفي محمد، إخراج الهاشمي بن عمر. فين هاد البرا؟ فين غادي تكون هاد البرا هادي؟ علاش كتقلب؟ واحد البرا غير هاد الصباح خليتها فوق الراديو، ما شفتيهاش؟ الراديو؟ مرحبا بكم في قناة المحبين المسلسلات إذاعية المغرب. فين؟ ياك ما هزها الوالد؟ ولاش لايقة لي؟ مادام ماشي ديالو. أنا عاد هاد الصباح خملت الدار والبيوت وما لقيت لا برا ولا غيرها. خرج على العقل هذا، ياك ما شطبتيها مع الزبل؟ لا أنا عمية، الزبل راه باقي في السطل، يلا سير قلبو. مشكلة هادي مشكلة، أنا كنبني من جهة وأنتم كتهدموا من جهة أخرى، كنقول لكم ديما حوايجي ما تمسوهمش. ومال هاد البرية بالسلامة؟ مهمة كاع لهاد الدرجة؟ معلوم مهمة. ثلاث ايام هذه وانا كنطلب السي كمال ولد الحاج ابراهيم يكتبها ليا، حددها الله، قلت زعما هو في كليه الاداب غادي بالزر عليها ويتنغم في الكتابه ديالها. ساعه انتم ما فيكم ربح، حيت احتاجتها غبر ليها الاثار. ولمن بغيتي تصيفطها؟ وشغلك على هذا؟ بغيت نصيفطها للقمر. القمر؟ ايه القمر. عمرني وصلت لكم لحوايجكم؟ لا. عمرني جليت لكم شي حاجه كتعطيوها ليا؟ حاشا. ايوا مالكم انتم ما كتحترمونيش وما كتحتفظوش بالمسائل ديالي؟ ولا حيت انا ما خدامش بيطالي؟ دابا تفوتي يا مزلط وتصبح غير خرافة. اجي 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 بعدا نقول لك. فين المسجلة اللي خرجتي داك النهار؟ مسجلة؟ ما المسجلة صحابك بعتها، راه عند المعلم. المسجلة باقية جديدة، اشدها لشي معلم، باك سول عليها قلت ليه راني مخبيها. حتى انا راني مخبيها عنده، راه غير كنسى ما نجيبهاش. 10 ايام هادي وانت كتنسى. الوالدة الوالدة الله يهديك، كثرت المطارق في الراس وكثرت التخمام، هي اللي خلاتني تالف الهلاج عليك تحسي باش كنحس. ومالك هزتني على كتافك، اش خاصك؟ واكل شارب ناعس، خصك غير شي خديمه نوض شمر على دراعك وقلب عليها. هاني ملي كتبت الطلب للسيد اللي باغي يشوف ليا الخدمه البرد جلت. هي على ود الخدمه تكتبات البرا. معلوم على ودها، على شنو يسحب لك؟ ايوا شفتي بحالي لا علمني خاطري، حتى انا بقيت مخبيها ليك حتى تسول عليها. بلاتي بلاتي خذ هاي، وعندك تنسى ما تجيب المسجلة. الله 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 يا وليدي شحال فرحتيني. ارا نبوز داك الراس نمشي نوصلها بالخف. هاني جاي. لالا وهاني مساء الخير. شكون؟ مساء الخير لالا كنزة، انت هنا في الدار؟ انا يسحب لي واش خرجتي؟ ايوا ما شفيت عليك يا اختي، الراس بغى يقتلني ملي تغديت وانا ناعسه، قلت الله يفوتني الساعة يا أختي. هو يحسن عوانك لالا كنزة، حتى انتي بحالي اللي عنده هم الدنيا وفقايس الولاد، اش من راحة بغى يشوف؟ والله إلا ما كاين اللي ملوخ ليا الراس ومتلف ليا الري قد هاد الكرا ديال تنشرو اللي كتسالونا. سمحوا لينا بزاف، إوا راكي كتشوفي اللي عطا الله يا أختي. خلاص حتى انتي وقت ما جا الخير ينفع. ولكن أختي حنا خرجنا معاكم القول تم شهور ماشي سهلة، إوا عرفتي الراجل عندي الشهرية اللي كيعطيو على قد الحال، النص ديالها في هاد الشهر اللي فات عطيناه غير لبنية مشات الكتب حيت غادي تدوز الباك هاد العام. تبارك الله عليها، الله يكمل عليها بالخير وينجحها. آمين يا لالا وهاني. إوا المهم اللي بغيت نقول لك على راجلك السيد مهدي لا يمشي يتقلق على فلوس الكرا، كيف ما كان الحال الشهر الجاي بالسلامة نخلصوكم ان شاء الله. ايوا حتى حنا راكي عارفه الحاله، الولد عندي ما خدام وكل صباح باغي الكارو بغى الفلوس. ايوا والراجل خدمته كيف كتعرفي على قدو. ايه ملي كنفكر في هاد المصيبه ذكرى يا لالا كيطيب ليا النعاس. ايوا حنا مازالين طامعين في هذيك البنيه تقبض هاد الشهاده ويعطيوها بعدا ديك المنحه تعاونوا بها شويه. كلشي قريب عند الله، كاع لا تشغلي بالك، خص غير راجلك السي المعطي ينقص عليه من ديك البليه اللي فيه. عييت انا لالا هاني فرقها وانا كيسمع تلفو داك جريد الخيل، كل مره كيقول غيربح وهو غادي غير في الفلات. دار داك الربح الزين اللي ربحوا اللي قبل منه، علاش كل اللي خلى السي حمى الراجل زهره من غير الجري ديال الخيل؟ باع كل ما عنده من بهايم وحوانت، وكل مره طامع يربح وش يربح عمرو ما شافو.
ايوا هادي الرجال هذيك اللي عندي بحالو، وقت ما تكلمت ليه على الفلوس الكرا كيقول لي ويلي حتى انتي فلوس الكرا غادي نجيبهم في ربحه وحده. ايوا حنا كيف اليوم كيف غدا. كيفاش هي فلوس الكرا شتفوا عليهم الخيل؟ انا يسحب لي واش كيقضي بهم شي منفعه؟ منفعه فلوس الكتب اللي شريت للعلامه اللي عاقم فيهم وقال لي تقرا ولا الهلا يقضيها، كيشوف غير مصلحته. ايوا واش غادي نقول لك، الله يعفو عليه. ايوا ماشي باقي صغير يعلموه الناس. ايوا طلبي الله يهديه لطريق الخير وهذا ما كان. امين حبيبه. ما الانسان كيشوف ما في جهده شيء والحاله ضعيفه وزايدها حتى بالقمر. ايوا الغلط هذا. القمر ويلي يا لالا ام هاني، علاش جريد الخير قمر بسلامتك؟ القمر هو الكارطه اللي كيلعب راجله. شنو 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 حاشا ولله، راجلي عمرو ما عمل يديه في القمر. ايوا هاكي لي على لالا كنزه، انا فين عمرك سمعتي الكارطه ولا تحرام وقمر؟ هي راجلي ولا كيلعب الحرام؟ اش هاد الكلام عندك؟ وانتي فين سمعتي جريد الخير حرام؟ هي راجلي دابا ولا كيلعب في الحرام؟ ايوا اش هاد الكلام؟ ايوا مادام كيلعب بالفلوس باش يربح، اش كتسمي هادشي؟ ماشي الربا والمنكر والحرام؟ ويلي ويلي الربا والمنكر؟ ماشي حشومه يا لالا ام هاني، وحنا مشاركين الطعام بديتي كتعاينينا بالربا؟ ايوا اش هادشي اللي كنسمع؟ ماشي الربا والحرام هذا اللي كيامن؟ وانتي علاش غادي يطر لك على راجلك الله يعفو عليه ومريضنا ما عنده باس؟ يا لالا ايوا نطلبوا الله يعفو بعدا على راجلك اللي كيلعب الكارطه، وانا نحمد الله حتى لا كنلعبوا كنلعبوا بفلوسنا وما كيصدق علينا حد. ايوا لالا الا نتوما بفلوسكم خلصوا غير كراكم هو الاول، ماشي اللي قال هذاك المنخرف في السماء والجيب خاوي. ولي 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 ايوا ما حنا جا جايين كنطلبوا لك الصدقه، جوج الفرانك ديالكم غادي تقبطوها وما حنا شي هربانين او خاويين البلاد. عينا ما تسنى الشهر اللي جا كيلقاكم الله كريم، عينا ما نحشمو صبرنا حتى تصبرنا. راجلك باش يلعب القمر عنده الفلوس، والفلوس ديال الكرا ما عنده شيء، بغى يبقى ساكن فابور ياك لالا؟ ياك ما حساب ليك مسكرينه الفيرما حتى غادي نسميها سكنه، الله يعمل لينا تاويد الخير منكم. مالنا لالا فينا الجربه اللي نطولوه نقصروه، غادي تخلصوا كراكم ولا بيناتنا نحكم؟ ايوش المحكمه. ايوا لالا ملي عينيكم في الدعوه اجري وطولوا عم، واللي ما عنده سيدو عنده لالا. ايوا الا ما نخويكم الدار وتخلصوا الكراب زمنكم ما انا شي لالا ام هاني بنت لالا الياقوت. قلتي نجري طول عرض، ايوا لالا انا غادي نجري فوق وتحت. ايوا لالا شرقي ولا غربي ها حنا هنا ساكنين، بغيتي ولا كرهتي ولا بغيتينا نخويو خلصينا في هاد 8 شهور اللي كتسالونا وطلبونا وزاوبوا فينا. شنو 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 عاودي شنو قلتي؟ كيف كتسمعي 8 شهور اللي كتسالونا عطيوها لينا باش نخويو نكريو جهه اخرى ونتهناو منكم؟ مزيان تبارك الله. ايوا نزلي بعدا لعندي نتفاهموا الا كنتي مرا حره. بغيتي فلوس الكرا طلعي تقبطيهم. ايوا نزلي اش كتسني الا ما ندق لك داك الراس مع الارض ما انا شي مرا. ايوا يلاه نزلي يلاه لالا طلعي طلعي انت لا من عنجليك هذاك العنق ونتف لك هذاك الشعكوك. كيفاش انت قادره تنتفيني؟ ايوا نزلي وتشوفي حربش قربي لهنايا حربش طلعي يا الشافه يا الهربه. انا شافه. ايوا نزلي انا لا ونوريك الشافه حتى شنو كيعملوا. ايوا قربي ايوا شي لالا ونمشي ونوريك العيالات علاش كيقدوا ماشي عندنا ديال على حلاليتهم. ايوا زيني لالا زيني لالا وصلت زيني لالا شوفها زيني لالا على حسابكم. والله غادي تهضر علينا كل من القيام هذا الشيء ما فهمتي راسي. بديعه 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 حشومة عليك غير سمعيني. اش بغيتي تطلق مني دابا تشوفك ماما؟ من قبيله وانا كنتسناك عيب عليك. ولاش كتسناني؟ اش بغيتي عندي؟ يا كنقول لك ديما هاد البساله ديالك بركه منها. بغيت غير نعطيك هاد البراد تقريها ومن بعد الا ما عجبك حال نمشي بحال. حميد الله يهديك قلت لك شحال هادي راني ما كنتكلم مع حد وما يمكن لي نربط علاقتي مع حتى شي حد كتفهم؟ فهمت فهمت خذي غير هاد البرا ومن بعد تعرفي كلشي. ما عندي ما نعرف ما بيني وبينك والو اطلق مني نطلع بحالي. لا
مالك يا عنيده؟ حرام عليك باديه، راكي ما تصوريش شحال كنبغيك صدقيني. غادي تطلق مني ولا نغوت حتى يسمعونا الجيران؟ لا 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 ما كاينلاش بلا غوت، خذي البرا ويمكن لي ندخل حتى انا فحال. اوف كنت عارف ان غادي تقبضها. المهم هذه الخطوه الاولى ومن بعد كلها كلام. شحال قصيت وشحال ما تعذبت، لكن غير بالله عليك يا بديعة الا ما نجيبك في الشبكه نمشي ندفن راسي حي. امامتي عينيا تنفخت، امامتي فين وليدي، امامتي امامتي امامتي. امي اش بك لاباس؟ امامتي امامتي الكافره بالله. شكون؟ كنزه ضربتني وطلعت الفوق تخبات. لطيف يا لطيف يا لطيف، اش وقع بيناتكم؟ هي اللي ضربتك في عينك هكذا؟ يا 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 على عيني سكت سكت ما توصلها شيء. اش هذا الزلات؟ اش هذا قله الادب؟ شوفوا امك اش عملت لامي، اش هذا الفوضى؟ الله على البديعه، شوفي امي عينها كيفاش منفوخه. شكون صاحب الفوضى، حنا ولا نتوما؟ واه وانت ما شفتيش هذا الكبش وهذا الدار؟ لا 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 وليدي والله ما عطيتها، كذبات كذبات عليا. مصيبه هذه يا ربي. هي اللي جبات، هي اللي طلعت عندي الفوق وضربتني وعضتني في الصبع الكبير الكافر بالله. ولكن انا لا كنزه، شوفي اش عملتي لها، العينيه ورجليها كاع ما قدرت توقف عليهم والصدر مزروح. اي 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 طلعت هرست ليا اي ضلوعي. ولكن انا لا مهاني، علاش قعدتي عند الفوق وجبتي عليها؟ الهجم كيموت شرع. ما طلعت شيء، هي اللي نزلت عندي. ايوا ها هي كتقول امك اللي نزلت عندها، اش هاد البسالات؟ ايوا هي كتقول امك اللي طلعت عندها، اش هاد الفوضى؟ هي اللي نزلت، الله راسي. ابدي ابدي على الله يهديك، راه امك اللي نزلت. هاي هاي هي اللي طلعت. انت كتسمع امك اللي طلعت؟ خرج على العقل هذا، اشنو المعمول امي دابا؟ الله يخلصوا الكرة ويخويو الدهر. بركه ما تبكي ماما، شنو المعمول دابا؟ المحاكم يفرقونا. وليدي حميد هزني شوف الطبيب يعمل لي شهادة فيها 4 شهور والضرب والجرح. الله بنتي بديعة. نعم ماما. جيبي لي الطاكسي نخرج نشوف الطبيب. اي ولا جيبي لي ديك الطبيبة صاحبتك. الله كيف غادي نعيطها ماما وانا ما نقدرش نخليك وحدك، انتظري حتى يجي بابا. مصيبة هذه يا ربي. بديعة يلا نخرجوا بزوج نجيبوا لهم طبيب واحد. لا انا بغيت الطبيب ديالي وحدي. حرام عليك يا ماما، اش داكم هاد الصداع مجموع؟ انا حيره ما عرفت اش نعمل. هي اللي بدات كلام العيب الاولى، انا كنت غير ساكته، قالت لي بغات الفلوس الكراه، قلت ليها حتى الغده وهي طلعت الجره طارت عليا بقجه يا بنيتي. ماشي حرام عليك امي مهاني تقجي امي؟ نصدقوا. لا عندك بنيتي، انا قلت ليها نزلي تشربي معايا كويس القهوه، قالت لي زيديها فراسك على حنا ما عندنا قهوه، اما شي فلوس الكرا ما ذكرتهم ليها وعمرني ما نذكرهم ليها عمرني. ايوا حرام عليك امي كنزه، امي بغاتك تقصري معاها وتشربوا القهوه جميع وانت عملتي لها هذه المصيبه. الطبيب الطبيب راسي. الله طاكسي طاكسي ضهرك يوجعني. مشكله هذه مشكله هذه يا ربي مشكله. ما حاولي على راسك شويه. ولدي حميد الطبيب بغيت نشوف الطبيب. الطبيب واخا غير صبري دابا يجي الطبيب حتى لعندك. عتقيني عتقيني يا بنيتي بحبات ديال الراس. واخا الراس كتقسم. واخا ماما. الله ماما محال يجيها الناس اليوم بالصداع اللي فيها. هنضرب هديها. قريتي البرا اللي عطيتك؟ انت كتشوف حالتي كيف عامله مع ماما ومازال كتسولني. سمحي لي سمحي لي انا نسيت امي ونسيت الصداع اللي فيها، وجودك معايا كينسيني في كل شيء. بركه من هذا الكلام الفارغ، هذا ماشي وقته وانت كل شيء عندك مخلط. ثقي بيا ما باقي عرفت لا ما نسبق ولا ما نوخر، من نهار سكنتو عندنا رفع الله عقلي وروحي وطلع لهم اللي عندكم الفوق، وانت وقت ما جيت نشرح لك الشيء اللي بيا كتنفري مني. بديعة علاش ما نعملوش يد في يد ونتفقوا ونبنيو مستقبلنا؟ اوف الله يا ربي اش هاد المصيبه. حرام عليك يا بديعة، انا كنتمنى لك الخير، عمرني ما سمعت من فمك شي كلمه حلوه تفرحيني بها. واش دابا مسالي راسك ولا كتحلم ولا مالك؟ بغيت غير نعرف علاش كتقلب بالضبط. كنقلب على الحلال. انت ما حاولتيش تفهميني. اش بغيت نفهم فيك؟ واش كتفهم راسك بعدا شكون انت ولا لا؟ مالي انا كيف جيتك؟ اش ناقصني؟ ايوا فكر مزيان وانت تعرف. بغيت تقولي عاطل ما خدامش. انا كنواعدك باللي غادي نخدم احسن خدمه اللي غادي نعجبك فيها، غير اعتمدي عليا ريتها ما تنجحي وتقبضي الباك نكون حتى انا بديت في الخدمه. اوف يا ربي اش هاد طياب القلب. لو كان بديعة طلعتي على قلبي كيفاش عامل من جهتك محال تكرهيني محال. اش نعملت لك؟ انا كنحسبك اكثر من نفسي. يا سيدي راني كنكرهك كتسمع؟ وعلاش؟ شنو السبب؟ انت من عائله متوسطه وانا كذلك، انت باقيه صغيره وانا باقي شاب، انت غاديه تخدمي وحتى انا حتى انا غادي نخدم، شنو الفرق اللي بيناتنا؟ الفرق بيناتنا بزاف. حيت انا ما قاريش وربما نبلي،
ياك هادشي علاش؟ ايه كتشرب الخمر وكتمشي مع رفقاء السوق. كان وعدك بديعه، كان وعدك عمرني ما ندوق الخمر، وهذوك الاصدقاء حتى هما والله حكمتي عليا ما باقي نمشي مع شي واحد فيهم ونحرم معرفتهم، متفقين؟ عقلك صغير مع الاسف وما يمكن ليناش نتفاهموا. انا دابا كنحاول نتفاهم، انت اللي ما قابله المفاهمه. باديه انا ماما جايه. اسمح لي انا عندي امتحانات وهذا الهضور الفارغه ما يمكن ليش نضيع وقتي فيها، ويمكن لك تنسى هذا الموضوع وتنساني حتى انا. استاهل استاهل ننسى هذا الموضوع، زعما انا عجبني راسي نبقى في هذا الشيء واخا حتى هذاك لم. ايوا بادي على ما نجيبك في الشبكه نمشي ندفن راسي وانا حي. يا اسفه يا اسفه، يا شوف دابا الانسان كيكون ناوي شكل حتى كيصدق ليه شكل اخر. نمره وحده خاص ونجيب باباه في اللورد، وقلت عليك الله المعلم جلول. انا كنقول ليه نقيدو 12 وكيقول ليه العاود الشرف محال يدخل. ايوا هو دخل. هاي عباد الله 5 ديال الملايين ضحت لكون راني دابا في القمه ديال السعاده. سير يا المعلم جلول وقلت عليك الله بالحق هادي والتوبه. انا باقي نتصور مع شي حد ابدا. 8 شهور ديال الكرام جمعوها عليا، وخمسة الملايين فلتت على نمرة 12. أحياني عليك 12 كنت جايبها في الحساب. السعادة وخني الكافر بالله. سير يا المعلم جلول، سير الله ينزل عليك النعالات صبن صبن على انت وجه الربح، انت يلا وجه الخسارة والبؤس. ذهب نعالك الله إلى يوم الدين يا أبو جلول. بابا انت هنا مع من كتكلم؟ ما كنتكلم مع حد، كنت غير كنحسب شي حساب مع راسي. ماما كنا ماما عيانه ونعسه. عيانه ياك لاباس. معاني معاني فين هادي؟ فين جيت معاني؟ هذا انت عاد جيتي؟ ايوا شنو هاد التعطيله؟ انا وريها بعد هاد الشنطه تشوف ونشوف النظر ديالها اشنو غادي تقول. وزيد مالك واقف؟ لا لا غير شي باس ما كاين، غير عند الفقيه، كنت عند الفقيه حمان في الحانوت ديالو، كنت كنقرقب معاه شويه ديال الناب. قرب اشوف شوف شوف شنو على عينيك؟ اش وقع لك؟ ماشي راه مشات تخرج ليا عينيا كره دابا عمياء. شنو السبب؟ تخاصمتي مع شي حد؟ ويلي 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 حتى نتخاصم قياس الخير، على انا مالفا كنتخاصم غير مكتوب الله كيتصرف. خرجت فيا عين بنادم، نسعى الله السلامة. بحال اش هاد عين بنادم؟ أنا باقية عاقلة من نهار فاش شرينا ديك الثلاجة المزغوبة وشافوها الجيران، عرفت راسي غادي تصيبني شي مصيبة. ولكن اش جاب الثلاجة الهضرة؟ مال الثلاجة؟ اش دخلها في الموضوع؟ هي اللي ضرباتك؟ معلوم هي اللي ضرباتني. خدامة كنصيق، واحد الساعة كنزلق ما نجي غير على وجهي وعلى الباب ديال الثلاجة، ضرباتني حتى تكورت، حتى شفت النجوم في القايمة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وما يكون بس ما يكون بس، قدر الله ما عندك ما تعملي. قدر الله وسكتي، قدر الله والتعب والشقة. أنا هادشي بزاف عليا، غدا إن شاء الله تقلب ليا على خدامة اللي تعاوني. أنا عييت. إيوا عرفتي. شنو غنسخف ولا نموت ولا يتحاماو عليا الجيران؟ نلقى بعدا اللي يكون في جنبي. إيوا شوفي ها ما تبقى غير على خاطرك، مالنا هنا الغدا يفتح الله. إيوا هكذاك. أنا هادشي كثر عليا هاد التعب بلا معنى، ما قادراش عليه. مازال إلا كانت معايا خدامة الشغل غادي يخفف. إلا أنا طيبت هي تخمل، وإلا أنا صبنت هي تحدد، وإلا أنا عطيت هي تلتف. لا لا غير لا، هناك الله هناك الله، لا لا غادي نقلب لك على خدامة متولة ولطيفة كيف كتكون. لا 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 لا، ما بغيتها لا متولة ولا لطيفة، تكون غير غليظة وصحيحة وحادقة، باش إلا مشات حتى ضرباتها سبحان الله الثلاجة ولا البوطة ما تدي منها لا حق ولا بطل. ما بدا إلا كان غير على الخدامة، ها إلا كانت غير الخدامة اللي ناقصك أنا كان وعدك غادي نجيبها لك إن شاء الله. ها شوف دابا غير شوف شنو غادي تعملي لعينيك، ما تخليش عينيك هكاك من فوق. لا لا راه عملت لهم شوية ديال الدهنة. الله 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 الله، عظامي كلهم عوجين على غير عينيا. الله 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 الله، قول لي بعدا شنو شنو ديال اش هاد الشنطة اللي جبتي؟ لا 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 بلا هضره زايده، اجي لهنايا بعدا اجي. انا كنت لما كنت ماشي في طريقي غير لويت على الزنقه اللي قدامنا في الدرب اللي عندنا هنايا، وانا كنشوف هاد الشنطه مرميه في الارض. وقفت شويه ما بان لي حد، هزيتها وانا نجيبها معايا. صافي
هزيتيها بلا ما تعرف ديال من ولا شنو فيها. زربان غير دخلها علينا للدار. وشنو فيها؟ الشنطه لقيتها جابها الله، علاش ما ندخلهاش هي؟ على انا سرقها؟ ويلا كانت متبوعه بشي مصيبه ونصدقوا في ما هي وما لونها، ولا يكون شافك شي حد الوقت فاش هزيتيها ويعلم بيك. لا 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 يا لا لا، ما شافني حد دابا، انت غير بغيتي تكبري القضيه وهي شي باس ما فيها. الشنطه لقيتها في الطريق والصلاه على النبي، الناس كيلقاو كاع الفلوس الله يتبع السلامه والعافيه وكيرقدوا عليهم. ايوا مازال لو كان لقيتي الفلوس هذا كلام اخر، اما هذه شنطه شكون اللي عرف اشنو فيها؟ لا لا، وشنو خاسرين؟ نحلوها والاول نعرفوا اش كاين. لا 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 لا، ما نحلها ما نقرب لها، يمشي يكون فيها شي عجب اللي ما قدينا عليه. اش من عجب؟ واش انت مدوخه الله يهديك؟ دابا حنا في دارنا ما بين ربعه ديال الحيوط، شكون اللي شافنا؟ يا لا لا، فتحيها انت، يلا فتحيها وانت غادي تعرفي كل شيء، ربما يكون شي رزيق. فتحيها. لا ما نحلها ما نوصلها، خرج هرميها في الزنقه قبل ما نصدقوا في المحال. اش بغيتها؟ ياك الشوانت عندنا بزاف. سمع كلامي يا هاد الراجل. مشكله هذه مع هاد المراه، انا جبت الشنطه قلت زعما غادي تفرح بها، ساقات لك خرجها عليا رميها، وما فكرتيش لما نعاود نكون خارج بها ويحصلوني ماليها. ها فين غادي تصبح القضيه؟ ها او يقول لك انا اللي سرقتها. شوف خرج غير طلع على باب الدار وبعدها علينا ولوحة ورجع. صافي صافي، دابا المهم عندك هو نخرج نرميها. ايوا لا لا، ما غاديش نخرج نخاطر انا براسي. ايوا هادشي اللي بقى، ما غادي نخاطرش انا براسي، ما تبقى انت على خاطرك. يا لطيف يا لطيف، ندمت حتى وريتها لها. ما بغيتيش تفتحيها انا اللي غادي نفتحها. يا هاد الراجل كون عاك الله يهديك. وعلوها شوف جيبي شي موش، هاد السي راه مسدود. يا سيدي هديك الله، خرج عليا الشنطه ربيها. قلت لك ما غاديش نخرجها، الشنطه هي اللي غادي نفتحها. ما تفتحهاش. ها هي تفتحات. شوف شوف شنو؟ شوف اش كنشوف؟ سكتينا سكتينا. او كرامتي ماني. الله 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 يا ماني، الله نعم علينا بهاد الرزيق. اش هذا؟ شوف 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 احنا غير خوت اللي عطى الله، راه حنا شفناه، ما عندك مناش تخاف. وشكون اللي قال لك اسيدي انا خايف؟ على انا خايف؟ ايه ايه، شكون اللي قال لكم حنا خايفين؟ اش بغيتوا عندنا؟ ياك نتوما ساكنين الفوق علاش نازلين؟ ايوا اش غنقول لك اختي ام هاني، راه حنا سمعنا كل شيء، وراه حنا زعما جيران وعار الجار على الجار. دابا اش كتقصدي من كلامك على لاله كنزه؟ ايوا لاله ام هاني راها فهماتني. اش فهمتي من كلامك؟ اش بغيت نفهم؟ داك الشيء اللي بغات تقصد راه باين في عينيها، زعما نتقاسموا الوليمه ياك؟ اخيت اخيت اخيري اخيري اخيري، ربي يحفظك ليا يا لاله. ايوا ها انت فهمتيني، كيف ولات لك عينيك شويه؟ لا واه لاباس، الحمد لله الحمد لله على لطف الله، خرج الطرح بسلام. وانتي شكون اللي قمشك في وجهك؟ ويلي بسلامتك يا لاله ام هاني، هذا ماشي قميش. وشنو؟ ايوا كيف شفتي انت مولات الخير، مشيت للحمام وديت معايا واحد الكيسه حرشه وبكثرت الحكان ندبات لي وجهي. ايوا سي مهدي شفتك مقلق، رخيها ورخف على راسك شويه، الدنيا راه فايته. لا لا ما مقلقش، هاي غير وكان اش غادي نقول لك السي المعطي، دابا اللي عطى الله راكم شفتيه وسمعتيه وما بقى ما يتخبى. ويلي يا السي المهدي، على حنا بيناتنا التخبيه وحنا جيران يا حسره. حقيقة هذا الرزق جابه الله، إوا نشركوه ومرضنا ما عنده بس. شنو؟ يا سيدي غير تبت راسك، الرزق اللي جاب الله نقسموه وحنا غير خوت. الرزق اللي جاب الله جابوا الرجل ماشي لكم انتوما. راه هذيك الشنطة لهنا. بلاتي بلاتي يا بلاتي بلاتي يا ماني، راه دابا القضية ولات في شي شكل. غير أنت السي المهدي اللي بغيتي تشكلها، أما المسألة واضحة، ديالك ديالك. مرحبا بكم في قناة المحسن المسلسلات إذاعية المغرب. راجلك هو اللي لقى الشنطة ياك؟ إيوا 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 لالا، الشنطة الشي اللي فيها ماشي سهل، ماشي سهل باش يتلقى، يمكن تكون مسروقة وحنا شفناها عندكم،
اذا حنا الى جاب الله تفضحات القضيه غادي نكونوا مجرورين معاكم. لهذا حتى الى سبحان الله صبحنا مجرورين معاكم نكونوا على الاقل على العبر ماشي على الخوي. ياك فهمتي يا لالا ماني؟ ياك لالا فهمتيني. خصنا غير نتفاهموا بالقاعده، نتوما محتاجين وحنا كذلك، ما كاينلاش نوقفوا الهندريزه ونفضحوا روسنا. ياك فهمتي؟ ياك فهمتي يا سي المهدي. الله حن عليك وعلينا وجاب الرزق حتى لبين يدينا، نضحنا نضيعوه والله كيقول سبحانه ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. اييه والله ما كيضيع فاعل الخير. لو كان حنا اللي لقينا الشنطه لو كان عطيناكم نصيبكم بحسي بسي. ايوا حنا غير جيران والله وصال الجوره، واللي نطولوه نقصروه واللي سولنا ما شفنا ما سمعنا ما عرفنا. ياك فهمتيني يا لالا اختي مهاني؟ ياك فهمتي يا سي المهدي. دابا غير راه هذيك البركه نحسبوها ونتفاوضوا عليها باش كل واحد فينا يقبل طريقه. ياك فهمتي؟ ياه ياك فهمتيني يا لالا حبيبتي مهاني. التفكير في الخوال خاوي، ما ينفعنا ما ينفعكم حتى بحاجه اللي ليها ليها. علاش ضيع الوقت يا خويتي؟ ايوا اش ضر لك يا سي المهدي؟ لا 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 هاد المفاوضات ديالكم ما عاجبانيش. ايوا وانتي يا الحبيبه اش ظهر لك الا مهاني؟ انا اللي ما بغيت نفهم هو علاش فرطوا راسكم علينا؟ زعما كتهددونا او يسحب لكم حنا خايفين منكم؟ حاشا لالا مهاني، اش هاد الكلام؟ ايوا زعما راك عاقله وحنا كنتكلموا معاكم غير بالخاطر والرطوبه، حنا ماشي ديال العنف والقوه. ايوا لالا خيركم سابق. واه دابا دابا هاد الشنطه اللي قايمه عليها هاد القيامه يسحب لكم فيها شي مزيه، داكشي راه حدو قدو. خلاص سي المهدي، على ما شفت عيني تكون فيها شي 18 مليون على الاقل. لا واه 18 مليار خلاص الله يهدي. ايوا ما كاين مشكل، ارانا نحسبوها ليا نقوموها. ارى الشنطه لهنا وتقول هاد الشنطه نطلقها باقي من الديه، كل واحد يوقف محله ولا غادي نعملوا شي طاب وشي مطاب. لا لا بنتي بديعه اش باقيه كتعملي هنا؟ يلا طلعي طلعي لبيتك. انا غادي نطلع للفوق متفقين، انما نتوما الا كنتو معولين تنوضوا الفوضى راني غادي نعلم البوليس بسرعه. البوليس واخا بنيتي بلاتي نصفوا هاد الحساب وانا طالعه عندك. البوليس ايوا مزيان، هذا هو الاحترام. كتسمعهاش كتقول انت يا ساكت ما كتجاوبهاش. ما عندها ما تعمل حيت تقبض حتى هي نصيبه غادي تسكت الى الابد. ايوا لالا مهاني اش هاد التعطال بلا فايده؟ تلقونا نمشيو نعسو خلاص. وانا مالي نعسو ولا فيقو؟ عندي شي حاجه راه هو تكلموا معاه. سي المهدي انا عرفتي طبعا غير كتضيع الوقت، كون فرقنا الرزق كل واحد نعس الصخور في راسو كيخطط للصباح اش غادي يعمل. مصيبة هادي يا ماني ماني وحرير هادي. واش دار لك؟ اش بغى يظهر ليا؟ قال لي عطى الله راك كتشوف فيه تفهم معهم هذا مكان حتى بعدا الا كانت شي حصله نحصلو مجموعين. خيري 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 لالا مهاني، بغيت ربي يحفظك. ايوا انا كنواعدك ما كاينه لا حصله ولا حتى شي، سرنا ندفنوه في قاع الارض. وانا من جهتي يا سي المهدي كنعاهدك ما نخرجش على فمي شي كلمه. قال اش كاين ما كاين قلنا يعلمه الله. ياك ايوا سيدي بلاتي الله يخليك. ايوا سمحوا لي نتكلم مع مراتي واحد دقيقه. تكلم حتى 10 نتا حر. ايوا بعدو لي شويه الله يخليك. احنا مهاري ايوا اش ظهر لك بهادي فهاد خياتي؟ ها ايوا قول لي بعدا شحال يقدر يجيب داك الذهب اللي في الشنطه؟ ايوا على حسب دابا ما شفت بعيني راه واصله شي 30 مليون، انضمات باربعه والجوهر عاد الخوات مع عدد كثير والسناسل والتبالج وزيد وزيد. كاين واحد الحل اعتقيني به، نسمحوا ليهم في 8 شهور الكره ونزيدو نسكنوهم معنا عام اخر بلا فلوس. لا 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 هذا ماشي حل، اش قضينا الا سمحتوا لينا في 8 شهور ديال الكره بلا ما ناخذوا حتى والو؟ عرفتي شحال يقدر يكون في الشنطه؟ راه تقريبا شي 18 مليون. لا لا مهاني اجي اجي عندي حل اخر. ما هو؟ الا قلنا ليهم نفرقوا الذهب غادي يمتنعوا، اللهم احنا نقولوا ليهم ما بغينا هذاك الذهب الله يربحهم به، انما كاين شرط يكتبوا لنا نصف هاد الدار. نصف الدار محال يقبلوا. ايوا عندي حل اخر. قول لي يا ماني شنو كتقترح عليا؟ يسكنوا معنا بلا ما يخلصوا الكرا عامين ونعطيوهم مليون ولا جوج حيت يكملوا المده نخرجوهم. انا ما حملتش يسكنوا معايا باقي دقيقه واحده، خصني يخرجوا عليا بطع عليا وقت يهزوا رحيلهم. نعملوا قضيه انا هي نعطيوهم 3 ديال المليون باش يرهنوا محل اخر ويخرجوا علينا. ولا ما قبلوا شيء
انا خفت غير لا يقولوا لك نقسموا الذهب في النص وانا ذاك القسيم هو اللي ما قابلش. ايوا شنو الحل؟ عندي فكره. قول نسمع. مادام حنا ما عندنا غرض بالذهب علاش غادي يكتبوا لنا النص في الدار؟ يكتبوا لنا الدار كلها ويخرجوا علينا 18 مليون راه يقدروا يشريوا بها دار اخرى احسن من هذه. ايوا ولا ما قبلوش؟ ما عندهم اختيار، اما نقسموا الذهب بالنص بالنص اما يكتبوا لنا الدار كلها، وفي هذه الحاله نجيبوا العدول و12 شاهد حتى الى جاب الله تضحات القضيه وكان الذهب مسروق يحصلوا هما ونفوزوا حنا بالدار. حتى هذا نهضر. سمعي يا كنزة، نوصيك على حاجه واحده، حنا بجوج متفقين ما نقبطوا منهم لا ذهب ولا غيره. بغاو يتفاهموا معنا على هذا الاساس مرحبا، ما بغاو شيء نهدهم ولازم يقبلوا. انا ما قبلش هذا الحل. ومالنا حنا ومال هاد الصداع؟ رزقنا هذا رزقي انا اللي لقيته، انا اللي غادي نعمل به ما بغيت، ما نعطيهم والو، ما غادي نعطيهم والو. ايوا قدروا يعلموا بينا البوليس. الا علموا بينا نجروهم معنا. لا 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 عفاك، انا ما قديت على فضايح، نكونوا هانين حتى نجنيو على نفوسنا. ايوا اذن كاين حل واحد، نقولوا ليهم بغينا نصلحوا دارنا فوق وتحت، يخرجوا اخويا ونعطيهم 3 ديال الملايين باش يكريو فيسكروا سوليا بيتنا غير نتفاوضوا معاهم بلاتي هي احسن. هذا ما كان، وكل واحد يقبط طريقه. ايوا غير انت مهاني نوصيك، ها وعياك تشجعيهم يجيو يسكنوا معنا، ها يعطيونا ابتساح، هذيك راه هي الراحه الكبيره. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يستر. الدار سلام الله، اش بكم ياك لاباس؟ شي كيشوف شي وقع؟ شنو وقع في ملك الله؟ عليكم السلام. هكذاك بس الخير الوالد. جاي تعني مدوخ راسه ما تعرفش فين قرقرها تعني. دخلي سوق راسك انتي. سير سير وليدي، راه العشاء ديالك في الكوزينه، سخنو كل مع راسك. راه السلام عطي شي قرو. ايوا عرفتيني وليدي حميد ما كان كيمشي مقابل الجري ديال الخيل وما كاتكمش. لا عجب. واش كتسمع ولا لا؟ ما سير دابا فين تساول و فيتنا عسكار و دابا نعطيك باش تشريه. يلا سير. والله الوالد ما فيها ما ياكل، الفقصة لا باية و الشاهية بخطوعة و لا مقلة الخدمة و عرشي منين نبدا راسي. دابا 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 عجبك هاد الحالة فين جاي لعندي؟ سير يلا درق وجهك عليا. صافي صافي. ايوا هضر مع السي المهدي. عندك تمشي تذكر لي شي قضيه الشنطه، الا ساق الخبر مصيبه. اوليدي دابا تخدم باقي صغير وما عندك علاش تفقس راسك. سير سير حبيبي دخل تعشى. دخل لي سوق راسك يا لالا، ياكلوا الهلا وكلوا البابا. اش 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 قلتي السي المعطي؟ اش قلتي؟ قلت لك غير سير تعشى وارتاح مع راسك، دابا يفتح الله بيبان الخير. لو كان عرفت يا سي المعطي بلي انت اعز لي من الوالد والوالده. شو 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 انت حياتي وانت امالي وانت النفس اللي كتطلع وكتهبط فيا. قلبي شتي قلبي كله معلق بك، نادي عليك كل غالي ونفيس، مستعد نمشي حتى لجهنم على اجلك. اش مال هذا تشقلبوا للنوار؟ اجع عليا هاد الليله. حميد يهديك الله، دخل دخل في حالك راك عيان. واه عيش مباركه. يلا بلاتي بلاتي الوالده بلاتي، عندي واحد الموضوع طويل مع السي المعطي، راه كنسميه في المقام ديال با ولا كنزه. هذيك لالا كنزه راه اعظم انسانه على وجه الارض، ما بنتها لالا باديها اكبر ملك فوق القوله الارضيه. الله يعمر هضر هادو هما الجيران والا فالا. واخا واخا واخا، حتى هما راه كيبغيوك وما كيبغيو لك غير الخير. يلا سير دخل سير دخل. لا 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 حشم شويه، وحشم على العارض باش تدخل بركه. سير سير. انا داخل الوالد، انا داخل. انما عمل في بالك واحد القضيه، راني مستعد نهدي عمري في سبيل هاد الناس الطيبين، في سبيل لالا بديعه المحترمه اللي كنعتبرها بحال اختي. ايوا حتى هي يا وليدي راها كتعتبرك بحال خوها الكبير. ايوا غير تهنى وسير دخل تعشى. يا هاد المتعوش راه باقيش تكلمي معاه. يلا هو زيد زيد وزيد بركه. يلا بشويه 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 عليك. بلاتي بلاتي بلاتي، عندك 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 الشرطه. ترى مصيبه هادي، مصيبه مع هاد الولد. سير سيدي تنعس ولا ما فيك نعس، خرج عليا خرج برا، عطيني ابتسع. شنو ياك ما يصحاب لكم انا مدوخ ولا عمى؟ شنو
هيا كل واحد فيكم كاين قر من جهه. سير وليدي تعشى، سير وليدي ترتاح، سير وليدي تنعس. الا انا مرتاح ومعشي وشابع نعس. هلا دابا اللي شاف هاد الشيء في هاد الشنطه كيجي الناس هاك الوالده ها ديال من هاد الشنطه ديال باك انا بفهم. يا لا لا سكتينا، اش بالبا ولا جدو؟ صافي بابا ما يتخبى، شاف كل شيء بعيني. معلوم شفت كل شيء. هادشي قول لي علاش مجتمعين؟ هادشي علاش اوليدي حميد. باك سلم هادي لقى هاد الشنطه في زنقه مرميه، جابها للدار وفتحها لقى فيها الدم. حنا شفناه قلنا ليه ما فيها باش يتفاهم معانا، وانت تدخل لقيتينا باقين في المفاوضه. ايوا اش دار لك السي حميد؟ عندك شي ما تقول؟ ولكن علاش بغيتو يتفاهم معكم ها مادام هو اللي لقى الشنطه؟ ايوا وليدي وليدي حميد، الا كانت الشنطه مسروقه وجاب الله تفضحات القضية غادي نصدقوا كلنا في الهاوية. ولا لا يا وليدي عزيزي حامل، ولكن انتوما كتقولوا لقاها في الزنقة، كاين فرق ما بين لقاها وسرقها. ولا لا لا كنزة. ايوا شوف وليدي حامل، الا كانت الشنطة مسروقة حنا كنا متبوعين، ولا كان باك غير لقاها كيفاش يصدق لك عقلك شنطة عامرة بالذهب مرمية في الزنقة؟ الحماقة هذا. دابا المهم علاش اتفقتي؟ مازال ما اتفقنا. انتوما ناس ضعافة وحنا بحالكم، ما فيها بس نتراضاو بعضياتنا وكل واحد يبقى على خاطره. يا وليدي وحتى انت سيدي عزيزي حامد تبقى على خاطرك. اش كتقول الوالد؟ ايوا كتعرف وليدي باللي هاد الناس كنسالهم 8 شهور ديال الكراس 7000 ريال في الشهر. انا عارف هادشي. ايوا انا في نظري كنسامح لهم في 8 شهور وغادي نزيدهم 3 ديال المليون من عندي، غير يخرجوا يعطيونا باتساع. ايوا كاين شي حل اخر؟ بقات شي انسانيه اكثر من هذه؟ لا ما عندي ما نقول الوالد، راك راجل طيب. وانت السي المعطي قبل هذا الحل؟ انا السي حميد الله يعطيني لا 3 ديال المليون ولا ذهب، ما بغيت منه سوى حاجه واحده. اما هي؟ الله يربحهم الشنطه، ولكن يكتب لي الدويره في اسمي. شنو؟ نكتب له الدويره في اسمك؟ ياك ما خرج لك العقل السي المعطي. غير هد اعصابك السي المهدي وفكر معايا شويه. ما غادي نفكر معاك لا بشويه ولا بزاف. هادشي اللي طلبتي راه فوق القياس. لا السي المعطي خفف شويه الدار كلها. ايوا الشنطه سيدي حميد راه فيها اكثر من 18 مليون باش يشري الوالد دار اخرى احسن من هادي. اي ولكن اش قدا ليه يكتب لك انت هادي ويشري هو دار اخرى؟ فين هي الفايده؟ بحال الا قلب واش قلبه ما عمل والو. يتكلم. انا مستعد نعطيك 4 ديال المليون غير خوي. واك الحق. ايوا سيد المعطي ها هو زادك مليون قبل مالك انت بحال الا ربحتيهم. واك جوج كلمات السي المهدي، اما نقسموا الذهب النص في النص اما تكتب لي الدار في اسمي. اختار. دفع على راسك. عباد الله 4 ديال المليون عطيته هو باقي طامع عليه بالزياده. هذا مالو هذا؟ خرجوا العقل. كاين واحد الحل الوليد، ما دام هما جيراننا وساكنين معانا ولفناهم غادي تكتب ليهم النص في الدار وتزيد 1 المليون كادو من عندك. كادو؟ كيفاش كادو؟ اي باي مناسبه؟ واخا سيدي انا متفق، حتى هذا حل. عندك تمشي تزرب يا بنتي. غير سكتينا طيبتيني بالقريص. واش هذا؟ اسمع السي حميد، راك زعما راجل عقل، مادام باك قبل يكتب لينا النص في الدار ويزيدنا مليون كان احسن يكملنا ديك 4 ديال المليون ها اللي قال في الاول. وحنا خوت وكتعرف الوقت تبدل. 4 ديال المليون اليوم الا عطيتها لك غير انت غادي تخسرها ما بين السبت وحد. كاين هادشي ولا ما كاين شي؟ شوف عندك تفشل، دفع على راسك. عباد الله هذا الراجل بغى يورثني وانا حي. اش كتسال اش بغيتي راتي؟ والو راه ما غادي تندي مني والو. هادشي مجموع اللي عملت معاك راه غير خيريه مني. 8 شهور ديال الكره اللي سمعت لك فيها و4 ديال المليون وعدتك بها الا انت مرادك تخوي. ها وقلب على راسك الا مرتك ب 4 ديال الملايين. السير معطي يا شويه القناعه. الوالد ما خلى نعمل معاك، ضحى بالنص في داره ومن اجلك وبغى يزيدك مليون كادو وسمح لك في 8 شهور الكره وانت باقي كتشرط. شكون اللي كتظن يتصرف معاك بهذا الشكل؟ جاب لك الله فين تسكن بلا كره؟ حمد الله انت المبارك، زعما راكم جيران واصدقاء حشومه وعار تكونوا عزاز حتى تصبحوا عديان. نعال الشيطان وفكر شويه قبل ما تندم. عندك ثق بهذاك السكيري؟ اش قلتي لا كنزه؟ قلت لك غير يسر لينا وخلاص، راه عينا وليدي من هاد المفاوضات.
ايوا يا مدام القضيه هكذا مشبكه وكل واحد فيكم ما رضى يتنازل الاخر. انا عندي واحد الحل اللي غادي يرضي الجميع، ولكن بمجرد ما يتم الاتفاق ديالنا على هذا الحل راه ما بقى تراجع باش ما نصدقوش في لعب الدراري. انا وليدي حميد غير جيب لي الحل اللي يرضيني وانا معك. عندك يمشي يلعب بيك. اما انا وليدي حميد مفوض لك الامور غير توكل على الله. حتى انا حميد مفوض لك الامور غير كل راجي. اذا بلا صداع بلا غوت غادي نفكوا هاد الحريره. قول لي السي المعطي، انت على ما صرحتي قبيله كتطلب من الوالد يكتب لك النص في هذا الدار ويعطيك 4 مليون ياك؟ اي نعم تماما. سيدي انا متفق على الطلب ديالك. حميد اش هادشي؟ الوالد بلا ما نعاودوا الهضره غادي تكتب للسي المعطي النص في الدار وتزيدوا 4 مليون. ايوا ولكن يا سيدي غير صبر مالك زربان، انا خدام معكم دابا غير نتوما، اما المفاوضات ديالي انا مازال كاع ما وصلناها. حميد على حتى انت داخل في الحساب ومالي انا نسيتوني؟ واحد تكتبوا لي النص في الدار وواحد يفوز بالشنطه وانا نقبض الطبل حتى انا بغيت نتزوج. الزواج ما قلتي عيب يا وليدي، انا مستعد نخطب لك احسن بنت ونعمل لك احسن عراسيه. غير فكري من هاد الحصله. ما تكون غير على خاطرك الوالد، وعمل في بالك واحد الحاجة، أنا ذاك الذهب اللي في ديك الشنطة غير خوضه ما عندي به غرض. ألو الله يرضي عليك يا وليدي، كان عارفك ماشي طماع بحال أمك. سير يا وليدي الله يرضي عليك، عرفتك ماشي طماع، شبهتي باك. المهم غادي تسامحني الوالد نتكلم واحد دقيقة مع السلم عطي. تكلم يا وليدي تكلم غير كون راجل عاية عندك يلعبوا بك. السلم عطي أيوة كيف جيتك؟ الوالد غادي يكتب لك النص في الدار ويزيدك 4 مليون ياك على خاطرك؟ ما عندي ما نقول، خدمتي القضية. إنما كاينة قضية. أما هي علاش السي حميد؟ كتعرف السي المعطي هاد 4 مليون اللي باغي يعطيك الوالد ما غادي تقبضهم إلا بواحد الشرط. شرط؟ أما هو؟ كتعرف السي المعطي أنا كبرت وبديت كنحس بالمسؤولية وقررت إن شاء الله نتزوج. أمباركم السعودة السي حميد؟ اللي هرب من الزواج هرب من طاعة الله. بصراحة السي المعطي أنا كنطلب يد بنتك بديعة على سنة الله ورسوله. كيفاش؟ أنا كنحبها والوالدها أنت كتسمع مستعد يقوم العرس وراه ماشي سهلة. هذيك الشنطة اللي عنده حسبها بحال إلا عندي، أنا غادي نتهلا في لالة بديعة وتعيش معايا هانية، وكان وعدك بنتك في رقبتي غادي نعيشها في كامل السعادة، وحتى انت راه ما غاديش ننساك. كتعرف شنو خصك فهمني. ايوا واش غنقول لك السي حميد راك ضوختيني. انا من جيتي ما كاين مشكل، انما بلاتي نتشاور مع ما كنزع هاني اش قلتي؟ اش كان يقول لك؟ قال لك بغا يتزوج. يا مرام مو با يزوجو حنا من يا بنتي فهميني. قال لك بغانا نزوجوه بعدي ع بنتنا. شنو؟ ايوا هذا هو الشرط ديالو. الا بغيتي نربحو 4 مليون ورا وعدني باللي غادي يتهلا في بديعة ويعيشها في الهنا. ثم انت سمعتي با غادي يقوم ليه بالعراسية وحنا ما غادي نخسروا والو. البنت تزوج وحنا غادي نربحوا نصف الدار و4 المليون. ايوا كرامة هادي اش دار لك؟ شنو دار لك؟ واش غنقول لك اخويا؟ قول لي واخا. قول لي واخا قابلين حتى يكتبوا لينا الشيء اللي بغينا ها ويسلموا لنا 4 مليون. يا بعد راك عارف يا لالا 4 مليون والكتابه ديال نصف الدار هذوك مضمونين. شوفي الا كان شي حاجه اخرى. ايه طلب ليه الصداق د بنتي. شحال نقولوا ليه؟ مليون؟ لا قول ليه يدفع لك 3. 3 المليون؟ الله هذيك محال واش يقبل. ويلي خلاص نسات الشنطه عامره بالدب. طلب ليه 3 حتى تشوف اش غادي يقول لك بعدا. اذا اتفقنا غير نجوجوه بعديها. واش غادي نعملو؟ بركة على حتى يمشي قراية. ايوا خلاص هي دير لي دارها فين عاد نمشي. والسلام. اسمع سي حمد اجي. انا راه استشرت مع ما وراها قبلت من ناحيتي ومن ناحية ما مباركم سعود. انما كتعرف الزواج كيطلب مسائل، كيبغي الصداق، وانا راه ذكرت مع ما وراها طلبت لك غير 3 المليون. بركة صافي موجودين على الراس والعين. سامحني واحد الدقيقة السي المعطي نتكلم مع با. قلت لك الوالد غير تهنا راه كلشي في امان الله. شنو هو اللي في امان الله؟ راني ما فاهم والو، علاش اتفقتيو؟ اتفقنا باش غادي يزوجوني بنتهم بديعة. كيفاش؟
واش دخل الزواج ديالك دابا في هاد المفاوضات ديالنا حنا؟ ويلي حميد اش هاد الشقليب؟ كنا في الشرق حتى صدقنا في الغرب. ابا راني شركت المفاوضات ديالي مع ديالكم باش كل شيء يبقى على خاطره، لا تبع لا متبوع. بحالاش فهمني؟ غادي تكتب ليه النص في الدار وتعطيه 4 مليون وتزيدو 3 اخرين ديال الصداق. عجبك تسكن هنا هو هذاك، ما عجبكش الحال بيع هاد النص الاخر في الدار وشري دار اخرى. الشنطه تبارك الله راها عامره، غادي تشري وشيط الخير ومن بعد عمل شي تجارة فعلى تركة وهني راسك. فهمتيني؟ هذا شوف فهمتك راك دوختيني، راه مازال ما فهمت. الوليد الله يهديك، شوف من حالي شوف من حالي الله يهديك، حتى انا بغيت نتزوج ونعمل وليدات وان شاء الله غادي نقلب على خديمة ونكون براسي. شاب الله هذا الرزيق نشركوه والدنيا راها فانية. ايوا ترضى تشوف ولدك كيضيع على خدمة لا زواج لا دنيا؟ تكلمي الوالدة تكلمي، راني غير ولد واحد عندكم، علاش ما تعاونونيش يا عباد الله؟ علاش؟ لا واش سلسلتي زعما تقول لي انت شنو ظهر لك في هذا الشيء هماني؟ راه السيد اخي ها ايوا قول ليه واخا. ايوا اش غادي نقول لك؟ هو الاول هو الاول ما بقى ما يتخبى. السي المعطي السي المعطي المسائل كلها في امان الله، كنا خوت وغادي نبقاو خوت. الطلبات ديالك كلها الوالد موافق عليها وفرحان بزاف، والطلبات ديالي حتى انا حتى انت موافق عليها. جمعوا الشمل ونتصالحوا في هذه الليله المباركه والله يكمل بخير على الجميع. يلا سيدي زيدوا تصالحوا قدام. يلا السي المعطي الوالد ها ولا لا كنزه الوالده واش كتسناو؟ ايوا السي المهدي مسامح الا فرطت مني شي كلمه ديال العيب. عاديش من عيب راه كنا عيب. مسامحه السي المعطي مسامحه. ايوا سامحي ليا لاله ام هاني راك بحال اختي الكبيره. انت اللي سمحي لي وطفي الغضب، الله ينعل الشيطان الحرامي. السي حميد انت مباركم سعود والله يتاوي القلوب. امين امين السي المعطي امين. مبروك اوليدي مبروك مبروك. زيد زيد لهنا زيد زيد بوس باباك من هنا بريك. كانت من لك السعادة والرفاهية انت ولا البديعة. شكرا شكرا الله يطول عمرك الوالد. مباركم سعود أوليدي حميد ومباركم سعود على البنية. الله يبارك فيك الله يخليك ليا لام هاني. السي المعطي السي المعطي هذه ساعة مباركة واخا ما حضرش فيها بديعة. ما كاين بس كنظن الشكل واضح أنا وامها إلى حضرنا في الكفاية. حقيقة حقيقة ما عندي ما نقول الله يعمرها دار. ايوا كنظن السي المعطي خير البر عاجله. بحالاش سيدي حميد؟ هاد الليله هي اسعد ليله في حياتي، وما دامت القلوب كلها فرحانه وتجمع الشمل بعد ما كان مفرق ما نكره شيء تكتب العقد على لاله بديعه في هاد الليله. دروك دابا دابا وشنو فيها؟ جميع الشروط ديالكم قبلتها وانتوما ما يعني قبلتوا لي جميع الشروط ما خليتوا حتى شرط واحد. اسدي حميد متفق معك ولكن على الاقل صبر حتى الصباح باش نشاركوا شي مع شي. نكتبوا لك انت العقد ونكتبوا لينا حنا الشي الاخر بحضور 12 شاهد. 12 شاهد غادي تحتاجها انت والوالد في قضيتكم، اما انا شكل اخر. ايوا اش ضر لك السي المهدي؟ ايوا سيدي انا عندي ولد واحد خصني نفرح به، مادام بغانا نسبقوا هو الاول نتوكلوا على الله والصباح نكملوا حنا شغلنا. ولكن فين غادي نوجدوا هاد العدول؟ انا ما كنعرف حد. اسمع السي المعطي ها الحاج ابراهيم العادل حدا الدار والدار قريبه للدار، رجل طيب ومسعف، الا طلبتوه انت وبا غادي يعمل بوجهكم ويحضر. واشنو نظرك السي المهدي؟ ايوا هو الاول بالحق. اصبر اصبر بلاتي معاني حدين صاصك. ها شوف خذي هاد الشنطه احنا جايين. الشنطه؟ اي الشنطه. وفينها بعدا شنو ناخذ؟ ياش فينا شوف في الشنطه فين هي؟ فين الشنطه؟ ويلي كيف الشنطه كانت هنا؟ اييه ايوا احنا نرجعوا في المزح. ها كون راجع السي المهدي. ايوا هذا خرج على العقل، هذا ما خرج حد ما دخل حد. هادي بديعه مولات الفعله. ايوا حتى البنتي بديعه. لا بديعه ما دخلتش هي لهنا بالكل. ايوا غير خليونا نبقاو حباب وحضروا الشنطه راه اللي كيبغيها كلها كيخليها كلها. قلت لكم بديعه دخلت لهنا وانا شفتها وغير شافتني تخبات، حسبتها حشمات من العريس. ساعة واطرني في راسها تدخل ومتفقة معاكم. ما يمكن ساعة انتم هكذا قلبكم على الخديعة بالحق معاه من تحتي و... وغير عيطوا على بديعة. فاين هي بديعة؟ عيطوا على بديعة. مرحبا بكم قناة المحيط في المسلسلات إذاعية المغرب. ارجعي الشنطة راح كنت فتحتي. شكون اللي تفضح انا ولا انتوما؟ فين الشنطة؟ الشنطة عند البوليس وراني سلمتها باسمك وشرحت لهم الظروف فاش لقيتي هاد الشنطة
وبما انك عيان وكلفتيني ندي الشنطه لمركز الشرطه وها توصل. انا كلفتك الشرطه توصل عشان تخرج على العقل اش هذا الشيء؟ وراه الحوليه في الحضور ديالك، اولا باش يشكروك، ثانيا باش ياخذوا منك المعلومات بالتفصيل من اجل المحضر. وعلاش بنيتي وعلاش شكون كراك؟ مالك على هذا الفضول ومالك على هذه الخفه؟ حرمتينا وحرمتي راسك يا بنيتي، كنا ناويين نفرحوا بك انت وسيدي حامد، ضيعتينا وضيعتي كل شيء يا بنيتي، حرام عليك. بالعكس ما ضاعت حتى حاجه، كون خليتكم غاديين في طريق الضلال ومشاركين في السرقه. يا بارك الله فيك، عارف يا شنو كتخرجي على فمك؟ هذاك راه رزق سقاه الله، كنز ماشي سرقه، كنز مستور جا حتى لبين يدينا، الساعه انت حرمتينا منه. هذا الكنز عنده ماليه، وراه اللصوص اللي سرقوا هاد الشنطه تلقى عليهم القبض، وقروا بالمكان اللي خلاو فيه الشنطه. كنت عطل دقيقه على تسليم الشنطه للبوليس، كون ضاع كل شيء. ها توصل وغدا في الصباح دوز لمركز الشرطه. ياك خداو الشنطه علاش غادي نمشي؟ غير كون مطمئن، راك في نظرهم اشرف انسان على وجه الارض، ما عندك علاش تخاف. انت يا بديعه هي اشرف انسان على وجه الارض. الحاصل اللي حبوا ربي هو اللي يعطيه تريكه بحال هذه. سير يا بنيتي كيف يقتينا من القلبة، الله يخليك ديما فايقة وعيقة. المعطي. نعم. ربي عطاك كنز ما يتقدر بثمن. عندك الحق فادي، كنز واش من كنز. كنتم في الاستماع إلى تمثيلية هزلية كنز واش من كنز، كتبها بن عبد الله الجندي، ضبط الصوت ليوسف محمد، أخرجها الهاشمي بن عمرو.